يلا اونلاين. وموضوع حلقتنا النهارده هل يعني واحنا داخلين على الصيف واجازاته هل هتقضيها سوشيال ميديا وتكنولوجيا ولا هتستمتع بوقتك اكتر في الاجازه؟ وطبعا يمكن يا ميرا احنا داخلين على يعني او خارجين من موسم قوي جدا رمضان، ويمكن كان في استخدام مهول جدا للسوشيال ميديا وتطبيق التكنولوجيا وكل تطبيقات التواصل. يمكن جهاز تنظيم الاتصالات أصدر تقرير من الأسبوع اللي فات يعني بيتكلم عن الزيادة الكبيرة جدا في استخدام السوشيال ميديا والإنترنت، ويمكن من أهم الأرقام إنه حصل زيادة في استخدام الإنترنت من خلال التليفون المحمول مقارنة برمضان 2023، وصلت ل 74% زيادة في الاستخدام في رمضان 2024. ويمكن كان في 9 مليون مستخدم جديد للإنترنت من خلال المحمول، وكمان زاد عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي 29%. في ظل زيادة عدد المستخدمين 800 ألف مستخدم جديد للإنترنت الأرضي. من الحاجات كمان المهمة في المؤشرات دي أنه كان في وصل عدد، يمكن حصل زيادة في مستخدمي المنصات لمشاهدة المسلسلات، 41 مليون مستخدم للمنصات دي، طبعا أبرزها واتشت. كمان من المؤشرات المهمة إنه تطبيقات اللي هي الفيديو القصيرة اللي هي ريلز على تيك توك ولايكي، يمكن حصل زيادة أو تم صنع حوالي أكتر من 28 مليون فيديو قصير بعدد ساعات يوميا وصل ل 10 مليون ساعة، إجمالي عدد الساعات. فأنت متخيلة استخدام الإنترنت في رمضان كان يعني بشكل مهول وكبير جدا، ويمكن ده إحنا خارجين من ده وداخلين خلاص على أجازة الصيف، ويمكن ناس كتير قوي، في ناس بتحب تشارك كل لحظة في حياتها في الأجازة خصوصا على السوشيال ميديا، وانها تصنع فيديوهات تتصور وهي بتاكل، تتصور هي على البحر، تتصور وهي خارجة بالليل لابسة طقم جديد بتتصور بيه. في ناس بتبقى سعيدة وهي بتقضي أجازتها كده، في ناس تانية بتحب تقفل بقى موبايلاتها يا ميرا. بالضبط يا هبة، تقفل الموبايل وتستمتع مع العائلة. يمكن الأرقام يا هبة اللي انتي اتكلمتي فيها والأرقام الكبيرة أو إن هي كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبليها دي بتدل على فكرة قد إيه إن إحنا عندنا، إحنا كمستخدمين يعني عندنا هوس بالسوشيال ميديا وعندنا هوس بالإنترنت، وإن إحنا لازم نكون يعني الأكاونت بتاعنا ده لازم يكون أبديتد بكل حاجة بنعملها أو محدث بكل حاجة بنعملها. والناس حتى اللي مش عند يعني الناس اللي ما نعرفهمش بس هم عندنا على السوشيال ميديا يعني أو الفولورز بمعنى أصح، نحب إن إحنا نعرفهم أكتر. ليه؟ يعني ما علينا طبعا من ليه، ولكن في ناس زي ما انت ما قلتي في ناس بتحب قوي 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 كده، وفي ناس منقطع اللي هو يعني انا لازم طالما دخلت اجازه ومود الصيف ومود ان انا في عايزه استمتع لازم استمتع صح، فبالتالي لازم اشد الفيشه واعرف استمتع، هشد الفيشه بقى عن الموبايل ان شاء الله يفصل شحن، انا مش هشحنه حتى، ولكن بس الفكره ان انا بفكر ازاي استمتع، وان السوشيال ميديا بتحطني تحت ضغط ممكن كبير قوي، بعض الناس طبعا بتحط الناس تحت ضغط كبير قوي، فبالتالي ما بتعرفش تستمتع بوقتها صح، ما بتعرفش تستمتع بقعدها مع أهليها صحابها عادي فيها إيه لما أخرج في مكان، مش لازم أحط المكان اللي أنا فيه وأحط وأشير على طول على السوشيال ميديا. ولكن في ناس يعني زي ما في ناس في أقصى اليمين وفي ناس في أقصى الشمال، برضو في ناس في الوسط، وأنا بقى من الناس دي اللي هو إيه يعني أنا أحب أشير مع الناس واللحظات الحلوة اللطيفة الجميلة اللي أنا ممكن أكون بقضيها، ولكن بصي بقى ولكن بعد الخروج ما تخلص. انا فهمت ليه بعد الخروج ما تخلص، انا فهمت ليه بعد الخروج يعني هي الفكره. لا بجد والله انا احب الحاجات اللذيذه الحلوه اللي هو المفروض ان احنا نشيرها مع او نعمل لها شير على السوشيال ميديا، ولكن يعني في وقتها ومش كل حاجه،
يعني كل حاجة بتبقى بحدود وبرضو مش كل حاجة تتحط على السوشيال ميديا. فأنا صحيح. من الناس الوسط ده. الوسط مطلوب جدا، لأنه في النهاية أنت لما بتبقى أونلاين طول الوقت بتخسر اللمة الحلوة. يعني لما أنا أبقى قاعد وسط لمة كده وأنا مشغول باللايكات والحاجات على مين عمل لي كام لايك على الصورة دي مين فبتنعزل عن المكان اللي أنت موجود فيه، بتبقى خلاص داخل في عالم تاني وتلاقي اللي حواليك بيستمتعوا، وفي الاخر لما تلاقي بقى الموضوع خلص ايه ما تخليكوا قاعدين، ما خلاص بيبقى الوقت خلاص انتهى. لكن خلي بالك يا ميرا برضو الناس اللي هي برضو بتفضل انها في الاجازة ما تستخدمش التليفون او تقفله نهائي، بيبقى عندها برضو ايه، في ناس ما بتبقاش عندها القدرة انها تعمل كده، لانه فتح التليفون ده برضو بيبقى مهم جدا، وفي ناس شغلها بيخليها ان هي مضطرة تبقى فتح التليفون. تعرف ان في ناس يهبة يعني في الاوف دايز او الايام الاجازات في الاسبوع العادي جمعة وسبت مثلا ما بيردوش على اي تليفون او اي مسج متعلقة بالشغل. ليه؟ لان هم متارجتين ان الايام دي بتبقى بالنسبة لهم ايام مقدسة، ايام عائلية اكتر، ايام عايزين يفصلوا نفسهم عن اي حاجة في الدنيا مختلفة عن باقي ايام الاسبوع. فبالتالي لا انا مقرر، لا والناس دي بتاخد القرار قرار يعني اللي هو انا مش عارفة بيعملوها ازاي، بس يعني بس ده بيزعل منهم اصدقاء تانيين ان انت مش هترد عليا في الويك اند، ده بيزعل اصدقاء. واحيانا لما حد بيقفل تليفونه وانت عارفه الحته دي انه حد قفل تليفونه او تليفونه فصل شحن، فتلاقي العيله كلها بقى ده جرى له حاجه، لان هو يا جماعه ده لسه ما بقالوش 10 دقايق التليفون مقفول فبنشوف ده. لكن خلي بالك في مهن برضو تانية مش بتسمح بده يا ميره، خلينا برضو نبقى واقعيين، في بعض المهن ممكن تبقى مش كتير مش بتسمح ان انت تبقى قافل تليفونك، لا لازم تبقى على طول فاتح تليفونك، فانت بتبقى قاعد في الاجازه يا رب ما يحصلش حاجه. أيوه. تبوظ لي الأجازة بتاعتي يعني.